هي مزيانة، غير هي الملحة ما يكترش. اخر يقول لك بلي كنديروا الحريره وهاد المقادير وكاين اغلبيه ما تصدقش لينا في البلنا. كنديروا فيها كنور، كنديروا فيها الضامه ديال الكنور ديال الغلمي ولا ديال الدجاج ولا ديال البقري، الواحد شنو كيبغي. ولا كان عند الواحد الحم ولا الدجاج يدير فيها شويه، كانوا غير عضيمات كاع ديال البقري ولا ديال الغلمي يديرهم. وهادشي مثل اللي كنا كنديروا مع والدينا وكنصدق. هادشي اللي كيبان لنا. هادشي اللي كندير. مثلا ملي كتمشي عند. اللي كيبغي السمن يدير فيها شويه السمن كاع حتى يطيبها يدير ديك نص عاشق ديال السمن. دابا انت كيف كدوزي الاجواء ديال رمضان مع العائله ديالك؟ نحمد الله وليدي ونشكرو، احسن شهر عندنا كريم هو شهر رمضان، الله يدخلو بالصحه والسلامه علينا وعليكم وعلى الامه وعلى مالكنا وعلى شعبنا كامل. انت عندك شي بنيات؟ عندي بنت وحده مجوجه عندها جوج وليدات. ماشي طيبوا معاك عاونوك ما والو؟ لا بنتي علمتها الطياب وعلمتها كل شيء. قلنا شنو علمتيها؟ عاودي لينا. بنتي علمتها الطياب، علمتها تعجن، علمتها دير كل شيء، ولكن ملي كتجي عندي للدار كتشوش ما كتبغى دير حتى حاجه. نعم. نسولك على الحريره، مثلا البنت يلاه تزوجت كتصيب حريره عاديه، البنه ديالها عاديه، فكاين الا شفتي عند جداتك مثلا ولا شي ناقديه كتلقاي الحريره بنينه عليها. واش نظرا حيت السنوات وكتطيب حيت الماكله ديال الناس الكبار سبحان الله العلي العظيم، لا ديال والدينا ولا بحال عبوزتي الله يرحمها، طيبهم مختلف على طيابنا. واخا انا كنعلمتني الوالده التقاليد القدام، من عند الله طيبهم كيجي زايد بنا وزايد مدار، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. والله يسمح لينا من عذاب الامهات. شنو الاشياء اللي ضروريه في الطابله من غير الحلاقه؟ بغيتي الاشياء كنا نديرو الشباكيه، بريوات، شويه ديال التمر، العصير، التقاوت، هنا كيقولوا لها الزميطه، حنا عندنا الزميطه، حنا كنقولوا لها في المكناس وفاس التقاوت. كنحطوا البيض مسلوق، الملوي، البغرير، بطبوط عامر، بطبوط خاوي، شويه ديال العسل، شويه ديال زيت العود، وهذا هما تقاليد رمضان، والحوت، وشويه ديال الزعلوخ، بطاطا فريت، شلايض، كل واحد على حسب المستطاع ديالو وصافي، كل واحد كيفاش كيمشي الطابله. شنو هي الحاجه اللي ضروري خاصها تكون عندك في الطابله انتيا في رمضان؟ كل نهار في رمضان خاصها تكون ضروري. اول حاجه الحريره، المسمن، ملوي، البطبوط، حوت، بغرير، زعلوك، كنديرو ديك البقوله، كنديرو ديك السلك تا هو كنصايبو بحال البقوله. المهم الطابله الا ما كانتش عامره ولادي تا واحد ما كيعجبو الحال، هادشي كامل خصو يكون. والحريره يوميا من الجمعه للجمعه كنديرو كسكسو مع الفطور، كناخدو اتاي وشويه التقاوت والبيض المسلوق والتمر، كنحلو به الصيام، كنصليو بعدا ملي كتأدى المغرب كنوضو نصليو ديك الاوقات الله يقبل لينا ولدي. ومني كنفطروا بهذا الفطور الصغير ضروري من كسكسو من الجمعه للجمعه واخا رمضان كنديروا. نسولك اخر سؤال، مرحبا. شتي متفقه المقوله ديال اليدين اللي كيصايبوا، واخا تكون يعني درتي نفس المقادير مثلا ديال شي وحده، اللي كيبدا منين هي اللي كتصدق لها؟ شتي متفقه مع المساله؟ هي من واحد الناحيه الفضل الله سبحانه وتعالى والفضل ديال الوالدين. اي بنت الا بغات تاخذ الطابع تكون مرضيه من امها، يا بنت يا ولد. حيت انا يا ريت كون كانت الوالده ديالي تبقى لي حيه ركبها على ظهري، وما عمرها ما تثقل عليا. الله يرحمها ويرحم كاع الامهات. انا كنصحهم اللي عنده شي ام يتهلا فيها، والدنيا راه فايته باش ما عطى الله، واللي ما طبعوش ليه الوالدين راه ما عمرهم غيطفوا ولو يكون كيف ما كان. امين ابنيتي امين. اذا متابعي قناه شوف تي في كنشكروا هاد السيده اللي عطات النصائح. مرحبا بنتي، شكرا لكل متابعي قناه شوف تي في. انتم كنشكركم. وصلنا لنهايه الفيديو ولقاء اخر.